إذن شكليك مرة أخرى أخويا معز، ومرحبا بك ومرحبا بكل حضرات النظارة والنظرات. توفيق العبيد يعود من جديد بعد غياب الأسبوع الفارط، وكما يقول المثل إذا عدتم عدنا. ومباشرة ننطلق مع أهم الأحداث كما عودناكم، والبداية باش تكون مع حركة النهضة اللي احتفلت خلال هذا الأسبوع بالذكرى 38 لتأسيسها. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا نهضة، سنة حلوة يا جميل. يلا يا فتاة هاتك سكين تعمل مزية. يا سيدي أنا ماكم تعرفوني مختص في تقسيم الكعكة، سواء كانت يعني كعكة عيد ميلاد ولا كعكة سلطة. يا سيدي هذا الطرف يعطيوها لمصطفى بن جعفر، والنتفة هذه يعطيوها للمرزوقي على قد صلاحياته، وطبعا البقية لكل الغنوشي والحمد لله. يلا يا سيدي سانا حلوها يا جميل. اشنو هو بحيثه سنة حلوة يا جميل، هاك تيكي تيكي اليوم انت بحيثه. هاي سيدي دام الفرح ملا، اشنو احوالك يا شيخ رشودة؟ برا سيدي يجعل ايامك بكلها كعك، ما يطير جوع بحيثه. يا ودي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني حتى عيد ميلاد ما نحتفلوش به رايضين، يعني كما يقولوا الغرب والشرق بالبروتارية والشرعية. ودي شكون جابوا هذا توا؟ بالله بالله هكا تقول يا رشودة في بحيثه؟ تراك حبيب قلبي يا راجل، اسمعني. هاي شوف ايه شوف البشبوش خوك اجاب لك عيد ميلادك. هاي سيدي هاي اش قولك في نمر يعمل 66 كيف بحيثه؟ هذايا عود بيته بحذاك عند راسك باش وين تفيق في الليل تتذكر حكاية النمر كيفاش ربيته وكيكبر دار عليك بحيثه. هاي سيدي قول ما نحبك شي عندو نماير يا محلى يا محلى الغنوش وخشموته. يا ودي هات عليك، هات بالله العظيم كرهتني في النمورة. إن شاء الله تو في عيد ميلادك نجيب لك ديناصور كيفك يا سبسي. يا ودي زين عادي يا رشودة، اسمعني أنا ماذا بيا لو كان في عيد ميلادي تهديلي كتاب مثل الكتب متاعك اللي يقراو فيهم في تركيا. أك شفت لتراك يقراو الكتب متاعك أش عملوا في صاحبك أردوغان. فبحيث الكتب متاعك ظهر فيهم حاجة تعمل الكيف يا شيخ رشودة. أي سيدي على الدنيا السلام، فبحيث مع السلامة. إذا حضرات النظارة ونظرات نواصلوا مع الأحداث، والمرة هذه مع المجلس التأسيسي اللي عرف خلال هذا الأسبوع أحداث عجيبة باش ما نقولوش غريبة، تتمثل في عركة بين زوز نواب على دفتر باش ما نقولوش كراسة. نخليكم إذا مع هذه الومضة الإشهارية لكراسة باش تدخل إلى التاريخ من الباب الكبير. إذا كان الشعب أعطاك صوت وأنت تحب تهمله، وإذا كان عندك دستور وما تحبش تكمله، كانك مغروم بكتيبة الشعر كما بنتو مية، وما عندكش فين تقيد لرسات متاع المرمز والكمونية، التأسيسي فكر فيك وجاب لك الحل لديك. كراس التأسيسي لحنينة، معاها العام دستور بعامين، مع كراس التأسيسي لقرينا ولنجحنا، كل يوم تزيد فضيحنا. كراس التأسيسي بها هي كرسنا الديمقراطية. اوه شنية كرسنيها؟ أود أقسم بليها كرسنيها كل بالضبط فركن الصيام. إذن حضرات النظارة ونظرات المر والخبر الموالي، أكيد أنكم سمعتوا بالهجوم اللي تعرض له السيد حمادي الجبالي لدى زيارته لكندا خلال الأسبوع الفارط من طرف إحدى ناشطات منظمة فيمن. فريق اللوجيكا السياسي تمكن أخيرا من الحصول على هذه الصور الحصرية لتلك الحادثة العجيبة باش ما نقولوش الغريبة. اليوم بعضنا في أمور بروتارية شرعية بعض مسائل ديموغرافية حول الأوضاع في التونسيان. وفي هذا الإطار حبيت نقول لهم ديريكتمون بكل ترانسبرسيون هذاك الشفافية. فري أمينة فري أمينة سكوسا فري أمينة سكوسا. شنو هذا؟ كومون دي اون فرونسي يا فتاة برقص روحك. كومون دي فولا سيل فو بلي لو دوموزيل ديزابيفو تو دو لو سويت سي بو نورمال. بنتي مش معقول الشيء اللي تعمل فيه مدام. موا ايسي بور شيرشي لو سوتيان نتاع الحكومة الكلدية للحكومة التونسية. سي بو نورمال باش نقعد نلوج في لو سوتيان دو توا. ما عنديش ليك لو طون جو با اوسي دو بروترينيزم. هو يا جماعة هزو عليه شو الموضوع هذا؟ تعيش أختي لموا با لو ريغردي لتوا كمدير خصي حتى ولو ستخيلو جولي ثم أمور شرعية شرطونية بروترية مش لازم نفضايح احنا قدام الناس يعني. ها نوطنو الي بروترينيز فري أمينة
فري أمينة. هكا إذا حضرات النظارة ونظرات مع الصور الحصرية هذه من كندا نكون وصلنا إلى ختام حصتنا لهذا اليوم، وما بقى لي كان باش نقول لكم إلى اللقاء وتحيا الرياضة على قناة 21. إلى اللقاء. ساعة فتاح مازلت تحب على عروسة كما هكاك؟ نعملوا لك عروسة معناها عندي. إي مازلت شمي بعد شيش دول علينا تقولنا شو كملتوا لي عروسه واحد لا ما فيها باس ما فيها باس قلبوسه كبر مش عنفه قلبوسه لا لا قلبوسه كي لبسوا جبه كيما هكا كل شيء خير لبسها فوطه وبلوزه لا لا لا